قبل ما نعشي دقيقة هي وجدت فيه دريا. أتمنى الإعجاب ديالكم. السلام عليكم، نهاركم مبروك. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم لوبيا بطريقه سهله وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. انا غنديرها بطريقه مبسطه دغيا، كطيب ما كتاخذش الوقت كثير، وحتى ما كتبغيش، ماشي بالضروره انك تسد عليها في طنجره ديال الضغط، تقدر تديرها غير في اي قميله، اي حاجه تقدر تطيب فيها. بسم الله على بركة الله. انا غنبدا معكم. ها هي اللوبيا بعد ما بزقتها، ها هي ديتها ليله كامله في الماء. ها هي هانتوما، وغندير معاها واحد بصله صغيره. ها هي بصله صغيره، معلقه صغيره ديال المطيشه مركزة، جوج طروفة ديال الحامض المصير، ثلاثة ديال دروس تاع الثومة مهرسين، شوية ديال المطيشة سوغيز، اي ربعة ولا خمسة، شوية ديال الربيع. هانتوما بالنسبة للعطرية ديالها، هاهي كاين بزار، خرقوم، سكنجبيل، خرقوم، تحميرة، هاي الشاونية. الملحة ما غنديرهاش لحقاش كاين الحامض مصير. بسم الله على بركة الله. تاخد اللوبيا هاي وغادي نخوي عليها هذيك العطرية. نتوما مطيشة، ثومة، الحامض، مطيشة المركزة، البصلة، الربيع، هاهوما. بعد ما جمعتهم كاملين غنزيد شوية ديال الزيت العود، وشوية ديال الزيت الأخرى العادية. وغندير هاد الشحر. بعد ما تشحرات هاهي غنزيد لها الما طايب، بعد ما درت الماء طيب غنغطيها وغنخليها واحد 20 دقيقة كاع حتى 30 دقيقة طيب. هانتوما هي بعد ما وجدت، انا وجدت اللوبيا ديالي قل من 20 دقيقة هي وجدت فيه دريا. أتمنى تنال الإعجاب ديالكم. هي راه دابت، دغيا دغيا كتوجد ودغيا كطيب. أتمنى تنال الإعجاب ديالكم. وهذا هو التبصيل ديالنا ديال الغدا. ما تنساونيش في الدعم ديالكم، وكل مره نجيب شي حاجه سهله ودغيا كطيب ودغيا كتوجد. نتمنى تعجبكم. ها انتما ها هي المرقه ديالها خاطره، ها هي تجي المرقه خاطره. ف
في نفس الوقت كتكون بنينه ما فيهاش قبل الاضافات وسهله ودغيا دغيا كتوجد، يعني اقل من 20 دقيقه كتوجد فيها.